الأطفال تشرق شمس الأمم. عنوان فيلم أنتجه البنك الدولي لتشجيع تطوير نوعية التعليم في جهات مختلفة من العالم. الفيلم يستعرض تجارب دول ثلاث من قارات مختلفة في العالم حققت نتائج رائعة وطورت من مستويات التعليم بين أطفالها، الأمر الذي انعكس إيجابا على واقعها الاقتصادي وعلى حياة الأسر. ثلاث دول من ثلاث قارات اختارها البنك الدولي لإعادة النظر في طرق تعليم الأطفال فيها. اختارها البنك لتكون موضوعاً لأحدث أفلامه الوثائقية. الشرط الأساسي للنجاح هو توفر الإرادة لدى الحكومة المحلية للتغيير. من غير ذلك لا يمكن للمؤسسات العالمية تقديم أي مساعدة. هكذا هي سنغافورة عند استقلالها مطلع نصف القرن الماضي، وهكذا هي بهذه الروعة عمرانيا وتعليميا، حيث باتت تحقق حاليا أفضل معدلات التحصيل التعليمي في العالم، تجربة يعتقد معها البنك أنها جديرة بالتعميم في كثير من أجزاء العالم. ما يجب على الدول فعله هو ضرورة معرفة ماذا سيحصل الأطفال من التعليم، لأن المطلوب هو مزيد من النوعية والجودة. إلى جنوب إفريقيا التي لا تزال تتعافى من أزمة العرق فيها، حيث لا يزال الفقر واحدا من العلامات البارزة في أحياء السود، لكن الإرادة القوية للمعلمين في هذه الأحياء غيرت حياة الأطفال وبالكامل وجعلت معدلات التعليم تكون الأفضل في مقاطعة جوهانسبرغ. في جنوب إفريقيا تظهر قوة الإرادة الفردية عندما طور المعلمون أنفسهم أساليب التعليم وحققوا نتائج باهرة حتى لو كان الواقع الاجتماعي بائسا جدا. إلى جنوب أمريكا وتحديدا كولومبيا محطة أخرى للنجاح، حيث اختار المعلمون الاستعانة بمهارات الآباء والأمهات في تطوير مدارك الأطفال. في سنغافورة أو في جنوب إفريقيا أو في كولومبيا تختلف الجغرافيا ويختلف التاريخ، وتتباين أيضا مستويات الدخل ومستويات الاقتصاد في البلدان الثلاث، لكن الاتفاق المشترك بين البلدان الثلاث على تناقضاتها العدة يقول أن تعليم الأطفال كما يقول هذا الشريط الذي أنتجه البنك الدولي بمساهمة منحين عالميين يغير من حياة الأسر والشعوب والأمم. رابح فلالي، الحرة، واشنطن. إلى الوقفة الرياضية اليومية يقدمها